على خلفية قضية الأسرة السورية التي سحبت دائرة الخدمات الاجتماعية أطفالها في السويد، نظمت جمعية سلاسل ندوة دعت فيها عائلات سورية مقيمة في مدينة هيلتي بروك ذات الغالبية المهاجرة للتعريف بصلاحيات الدائرة وتعزيز الثقة بينها وبين العائلات بحضور ممثلين عنها ومسؤولين عن الشرطة السويدية وبلديات المدينة. ارتأت جمعية سلاسل بمدينة هيلتي بروك بناء أو إقامة جسر تواصل بين القادمين جدد مدينة هيلتي وبين مؤسسة الخدمات الاجتماعية السوسيال، اللي هي في كتير خوف أو في نقاط استفهام كتير عليها، فكان مهم إنه نحن نعمل هيك محاضرة مشان نوع من التوعية للعالم مشان يعرفوا حقوقهم وواجباتهم بالمجتمع السويدي. نحن لا نريد أن يخاف الناس منا، نحن فقط نتدخل عندما يتعرض الأطفال للتعنيف أو الإهمال الصحي في المنزل، فهنا نناقش المشكلة ونعمل على إيجاد علاج للموضوع. الأسر السورية المشاركة بالنشاط طرحت الكثير من التساؤلات التي تشكل مخاوف لديها على المسؤولين السويديين حول كل ما يتعلق بطرق التعامل مع الأطفال والمراهقين وكيفية الحصول على المساعدة والدعم من الجهات المختصة لدى نشوب أي مشكلة. نحن اجينا لهون من مجتمع سوري لمجتمع من مجتمع شرقي لمجتمع غربي، اجينا على هالندوة لنعرف حقوقنا عن طريق تعاملنا بتربايتنا للأولاد، وطرحنا أسئلة عن طريقة التربية وكان التقابل كتير، الأجوبة كتير حلوة ولنتنور. هو نشاط توعوي في شأن يخص الأسرة العربية المقيمة في السويد في محاولة منها للحفاظ على تماسكها والتصدي لأي خلل فيها يمكن أن يسبب اختطافاً شرعياً لأطفالها من قبل دائرة الخدمة الاجتماعية المعروفة بالسوسيال. في محاولة منها لتسليط الضوء حول الدور الذي تقوم به دائرة الخدمات الاجتماعية والمعروفة بالسوسيال حول موضوع رعاية الأطفال، دعت منظمة سلاسل عائلات سورية تحت إشراف هذه الدائرة للحصول على التوعية اللازمة حول هذا الموضوع الهام والشائك جدا. يسار لبي، أورينت نيوز، هيلتي بروك.